بنرحب بحضراتكم مره تانيه وبرحب بضيوفي الاعزاء احمد يوسف واحمد عايد. يا جو منور الدنيا. بنورك يا ابراهيم، والله وحشني جدا. انت اكتر والله، مبسوط ان احنا مع بعض النهارده. انا اكتر والله بجد، ضربين لي اتنين هاي كول ومعرفش الجو تلج، الجو برد قوي. عايد منور الدنيا. ربنا يخليك يا ابراهيم. اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. بكره ماتش مهم جدا يا جو للنادي الاهلي، وماتش عنق زجاجه، يعني نقطه تحول في مسار المجموعه قدام شباب بلوزداد. مظبوط. ايه ابرز التحديات في وجهه نظرك لقدام مارسيل كولر؟ بص طبعا الاصابات، بتتكلم ان في الاهلي عنده اصابات بشكل كبير جدا، بتتكلم اهم اصابه طبعا الشناوي. حراسه المرمى بالذات المدربين ما بيحبوش يلعبوا في حراسه المرمى. دي مهمه جدا. عوده بقى، انت جاي راجع من اصلا من بطوله افريقيا وبقالك فتره ما بتلعبش، هتظبط الدنيا دي ازاي؟ ده برده سؤال هيتسال عليه مارسيل كولر. ما تقدرش بكره تقول في فرقه هتبقى كويسه ولا وحشه، انت ما شفتش. لا احنا ما شفناش الاهلي بقالنا فتره كبيره، من قبل من تقريبا من يوم 3 يناير تقريبا اخر ماتش، فانت ما شفتش حاجه. فانت محتاج عكس شباب بلوزداد. شباب بلوزداد بيلعب من بعد الخروج من بطوله امم افريقيا، الجزائر بيلعبوا عادي. فده بصراحه فارق جدا مع شباب بلوزداد شويه، خليك ان انت فاهم هم هيلعبوا ازاي، شكلهم ازاي. الاهلي مش باين لسه شكله هيبقى عامل ازاي، الاصابات هيحلها مارسيل كولر ازاي، عنده بيرسي تاو برده ما الله اعلم هيلعب ولا لا، يعني الكلام ان هو مش هيبقى موجود. فدي كلها اصابات عند الاهلي بتشكل خطوره جدا. دي اهم، ده اهم حاجه مارسيل كولر اظن بكره لازم يلعب عليها. عادي، على الجانب الاخر لو مشجع اهلاوي قاعد بيتفرج علينا دلوقتي، ايه ابرز نقط القوه اللي عند شباب بلوزداد؟ طب خلينا نتكلم ان في ميزه مهمه جدا عندهم، ان هم الفتره اللي احنا وقفنا فيها ماتشات هم لعبوا 7 ماتشات في الدوري. ازاي بقى؟ انا عايز اعرف. الدوري الجزائري ما عندهمش محترفين مع فبيلعبوا عادي. طب سؤال بغرض الفهم، هو مش المفروض الفيفا ديت لا عادي؟ ممكن تلعب انت عادي، ما يبقاش ما يوقعش عليك اي غرامه او عقوبه او اي حاجه؟ لا عادي. طب عادي، ما كل الدوريات بتتلعب عادي، مفيش مشكله. لا هم كملوا عادي، وما عندهمش كمان لعيبه بيلعبوا في منتخب الجزائر، فلعبوا في الفتره دي 7 ماتشات من اول يناير لحد النهارده. كسبوا 4 وتعادلوا 3 وخسروا ماتش 1. اخر ماتش كان لسه لاعبينه من كام يوم، وكسبوا اتحاد وادي سوف 2-0. ومن الواضح ان هم طبعا اكيد جاهزين بدنيا عن الاهلي. الاهلي بقى له نتكلم من 1 يناير لحد النهارده شهر ونص ما بيلعبش، زائد الحته اللي اتكلم فيها جو مصطفى شوبير. كل ماتش الاهلي هيلعبه جمهور الاهلي هيبقى قاعد متخوف. ليه؟ لان الشناوي طبعا حارس كبير وكابتن الفرقه مش موجود، فانت قاعد بقى هتشوف هو مصطفى شوبير هيغلط، هيبقى مركز، هيبقى كل ماتش لحد اخر الموسم الناس كلها مركزه مع مصطفى. بس سؤال، هل مصطفى شوبير ممكن يلعب ماتش اصعب من فاينل افريقيا؟ ما هو بص، في استاد متقفل، مركز حراسه المرمى استمراريه، يعني انا ممكن دلوقتي العب ماتش فربنا يكرمني فيه، لكن حراسه المرمى بالذات انت محتاج تلعب ماتشات كتيره عشان تغلط وتتعلم وتاخد خبره. فشوبير لعب ماتش وربنا كرمه فيه، بس الاهم ان انت بقى لما تاخد ماتشات كتير معدل اخطائك هيبقى عامل ازاي، هتبقى مركز قد ايه، هتنجح في المهمه ولا هتحمل الضغط اللي جوه الملعب واللي بره الملعب ولا لا، ده مهم جدا. فعشان كده انا بقول لك انت لحد اخر الموسم شناوي مش موجود تقريبا. فمصطفى شوبير هو اللي هيشيل العبء في افريقيا والدوري، والزنفال يخش في الدوري لو حصل حاجه لمصطفى يعني. فدي اكتر حاجه مخوفاني، زائد طبعا غياب بيرسي تاو، غياب مؤثر جدا. بيرسي تاو عمل بطوله كبيره مع جنوب افريقيا، كان لعيب تكتيكي اكتر منه، لعيب بيعمل حاجات جوه الملعب، فده برده غيابها مؤثر جدا. عوده السوليه في نص الملعب في غياب كوكا وديانج، برده السوليه بقى له فتره بعيد ما بيلعبش اساسي، هل هيلعب بالسوليه ولا هيلعب بقفشه؟ كل الكلام ده هي تحديات قدام كولر مع الفريق اللي بقى له فتره مريح، وعناصر كانت مع المنتخب، وعناصر لسه راجعه من الاصابه، وعناصر بتتجهز مع فريق جاهز بقاله فتره وشغال وبيلعب كل 3-4 ماتشات او كل اسبوع بيلعب. فالماتش هيبقى صعب بصراحه، لكن ربنا يسهل باذن الله الاهلي يكسب ان شاء الله. يعني جو، بتشوف انه بكره المراكز ال11 بالنسبه لفرقه الاهلي سهل التكهن بيهم، ولا ممكن كولر يفاجئنا بتغييرات؟ بنتكلم في مركز اللي ممكن يكون عليه خلاف، زي ما عادي كان بيتكلم، قفشه ولا السوليه، هتلعب بمين يعني؟ مين يعني هتلعب؟ بمروان عطيه وهتلعب بامام عاشور، وهتلعب معاهم مين؟ هل هتلعب برايب رقم 10 زي قفشه هو اللي يتحرك في المساحه دي؟ وانا لو انت عايز رايي، انا شايف ان ده ماتش بتاع قفشه، ده مش ماتش بتاع السوليه. السوليه زي ما عادي كان بيتكلم بعيد بقاله شويه، مش بس موجود. ما هو برضه قفشه بعيد، بس رجله في الملعب يعني، في التمرين مع الفرقه كان بياخد في الدوري شويه، حتى لو ما بياخدش 90 دقيقه بس بياخد في الدوري شويه. وبعدين لما هنيجي نتكلم على الحالات هتلاقي ان شباب بلوزداد اصلا فريق بيفتح وبيطلع وعنده اندفاع هجومي نوعا ما، وطبعا بكره في ملعبه في مساحات لقفشه، فانت عندك مساحه كمان بالذات في المساحه اللي هي ما بين نص الملعب وما بين خط الدفاع، وده مهم جدا ان هو يقدر يتحرك فيها قفشه ويقدر يشغل فيها اللعيبه. هتلاقي في اهداف جت لما نيجي نعرضها، هتلاقي في اهداف جت
في شباب بلوزداد دي الحالات بتاعت شباب بلوزداد في طريقه الهجوم يعني. بس هتلاقي ان شباب بلوزداد الاهم حاجه طبعا يعني دي لو احنا لما نيجي نتكلم في نقطه القوه بتاعت شباب بلوزداد طبعا الكرات الثابته احد اهم الحالات بتاعت شباب بلوزداد وبيلعبوا عليها بشكل مهم جدا. بس عندهم اندفاع هجومي, الفرقه بتفتح هجوميا بشكل كبير جدا. فده هنا يقدر قفشه يتحرك في المساحه دي ويقدر ان هو يساعد حسين الشحات او يساعد ناحيه اليمين ايا كان الشكل هيكون عامل ازاي. دي طبعا حالات شباب بلوزداد, يعني شباب بلوزداد طبعا عندهم نقط قوه كتير جدا. زي ما انت شايف الباك رايد دايما هتلاقيه طاير يعني الباك رايد بتاع شباب بلوزداد دايما هتلاقيه فاتح, هتلاقيه واخد الخط وبيجري. ليه بقى؟ لان تعالى نقول ان شباب بلوزداد ده المدرب بتاعهم هو باكيتا. باكيتا ده مسك الزمالك قبل كده. باكيتا بيحب يعمل ايه اصلا من زمان؟ بيلعب 4-3-3, الراجل ما بيتفزلكش, بيلعب 1-6 اساسي واقف في نص الملعب, وده في الغالب عدنان جديوره, وبيلعب قدامه اتنين. الاتنين دول شغلتهم واحد بيبقى زايد قوي, بيبقى عنده زيادة قوي, كان بيعملها بمعروف يوسف قبل كده, كان هو اللي بيزيد شوية. فهو عنده واحد زي ده وعنده واحد تاني اللي هو بيبتدي يهندس بقى ويطلع الباس ويبتدي يشغل الفرقة تشتغل بشكل عامل ازاي. بس عنده الوينجين مهمين جدا, الوينجين بيحب ان هم يبقوا ضمين ما يبقوش فاتحين, بيلعبوا من جوه, بيلعبوا من جوه يبقوا ضمين ما يبقوش فاتحين. ليه؟ بص لو خدت بالك شايف الراجل ده, الراجل ده اللي هو اللي واقف عند منطقه الجزاء ده الوينج, لا اللي جنبه, اللي جنبه على طول ده الراجل الوينج ضامم لجوه. مين بقى اللي فاتح ده؟ ده الباك رايت وده الوينج الثاني اللي هو 19, وده الوينج الثاني 19. هتلاقيهم كلهم بيحاولوا ان هم الراجل بيحاول ان هو يضيق المساحه. كان بيعملها ازاي قبل كده؟ كان بيعملها بايمن حفني وكهربا, فكان دايما عايز اتنين يكونوا بيضموا لجوه. فالراجل بيعتمد بشكل اساسي على الطريقه دي. الكره دي هتلاقيها بيعملوها بشكل كتير. يعني بص دي القرار التاني بص ادي الباك رايت وادي الوينج اهو داخل لجوه, وده الفيرود والفيرود جنبه. بس الوينج داخل فين؟ الوينج داخل لجوه, الوينج عايز يدخل لجوه. فدي دايما طريقه بيحاول شباب بلوزداد ان هو يعتمد عليها. غير بقى الكرات الثابته اللي كنا بنتكلم عليها, ان دايما هتلاقي الكره الثابته بتتلعب على البعيده. الكرة الثابتة دايما هتلاقيها بتروح على البعيدة عشان يبتدي الراجل اللي بيلعب على البعيدة يبتدي ينزلها جوه منطقة الجزاء للزيادة العددية دي اللي جاي من ورا بالظبط كده. فدي أحد نقاط قوة بتاعت شباب بلوزداد. بس بص بقى نقاط الضعف, بص شايف بقى عندهم مساحة فاضية ازاي الراجل اللي هم شباب بلوزداد لا أصل أنت الوينجين قدام معلقين مع الفيرود مع الباكين بالظبط, فأنت بتتكلم في خمس لعيبة قدام بالظبط كده. فبص بقى شايف هتلاقي بقى في مساحة فين, شايف الراجل جاي بمساحة أهو, وفي واحد جاي من ورا, في واحد جاي من ورا, لو حط له الكره قدامه خلاص, لو حط له الكره قدامه فخلاص دخل الجول. تمام. فدي احد, عشان كده انا بقول ان قفشه بكره ممكن يبقى مميز اكتر ويلاقي المساحه اللي يقدر يطلع فيها باصات يبتدي يشتغل. يعني بص دايما في بص هتلاقي في مساحات دايما عند شباب بلوزداد. صحيح. لازم ودي لازم بكره حسين الشحات يستغلها, ولازم حسين الشحات يلعب في ظهر الباك رايت, لان الباك رايت زي ما انت شفت راجل فاتح, فلازم تلعب في ظهر الباك رايت. بمناسبه كلام جو عايدي, الحته اللي قدام وتحقيق مركز الهجوم تحس يعني معمول له عمل, وفي الاخر بترسي على كهربا. يعني مودست وبعدين يروح كهربا, وسام علي يتصاف برضه كهربا. بتشوف ازاي بكره يقدر مارسيل كولر يبقى يعني عنده الافشنسي والفعاليه التهديفيه ان اللي يروح بيها الاهلي يخلصها؟ طيب هو في مساحات زي ما اتكلم كده جو بيسيبها دايما الباكين بتوع شباب بلوزداد, سواء بين عياده او بالخيطر اللي هو اللي لعب يعني. فانت محتاج بكره مهاجم بيتحرك في المساحه مع الجناحات اللي قدام, فاعتقد كهربا هو الانسب من مودست. مودست تالق في الماتشات الوديه, لكن مودست اكتر تارجت مان لعيب مستني الكره جوه ال 18 عشان يلعبها بدماغه. لكن انا ماتشات زي ده في مساحه انا محتاج كهربا في الحته دي. ممكن كهربا يهرب ويفضي مساحه في العمق لحد يخش فيها زي حسين او طاهر لو لعب, او رضا سليم ايا كان. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه, الفرقه دي دايما بتعتمد ان انا عايز اروح وهاجم في الماتشات بتاعت الدوري اللي فاتت, لكن في ماتش الاهلي هم اكيد هيبقوا متحفظين شويه. يعني الجمله دي عملوها مثلا في ماتش اتحاد وادي سوف وماتش مولاديه وهران. الباك بيطير, وميزيان ده اهم لاعب عندهم رقم 11, اهم لاعب عندهم في المنظومه الهجوميه. اللي هو موجود في حته اعرف ان اللعب كله في الحته دي. يعني هو بيلعب يمين وشمال, هتلاقيه اثناء الماتش بيروح يمين وشمال. رقم 11 ده اول ما تلاقيه جابها هتعرف ان اللعب كله عنده. اخطر لاعب عندهم مع وامبا اللي هو ليونيل وامبا المهاجم بتاع رقم 42, دول اهم اثنين لعيبه عندهم. وامبا تحسه دبابه. هو على فكره وامبا جاب في الدوري 5 تجوان من 9 ماتشات, وفي افريقيا جاب 3 تجوان في 5 ماتشات. ما شاء الله. وعرضيات وسريع. ده جنسيته ايه؟ ده مش عارف, اعتقد 20 سنة. طيب عشان يعني خلي بالك, واخر ماتش واخد ثرو باس من قبل نص الملعب رايح بيه وحاطط بشماله. فهو لا هو باين على وامبا يعني. باين وامبا جدا. بص كل الكور دي دايما بتلاقي فيه دبل باس من مزيان وبالخيطر,
وعلى فكره هو عاكس بين عياده اللي هو اصلا باك رايت حاطه شمال عشان العويفي اللي هو الباك ليفت كان ما كانش موجود اخر ماتش، وفي نفس الوقت برضه هو بالخيطر ده قطر. فاكر حمدي النجاس في الزمالك وفي الترجي دايما طاير لقدام، هو على فكره كمان هو نفس القطعيه برضه طول وكده طول ودايما رايح وبص بيوصل هنا ويلعب الكات باك للعيب الثمانيه بروس او بنغيس ايا كان اللعيب اللي بيكمل جوه المنطقه. فالمطلوب هنا رقم واحد ان انا اللعيب الثمانيه بتاعي لازم على طول يرجع يقفل في الحته دي مع اللعيب الثمانيه اللي بيزيد عندهم. رقم اتنين معلول، لو اللاعب ده لعب على معلول، معلول بيتقدم ساعات وبيسيب وراه مساحات كتير، لازم على طول الجناح يرجع يقفل معاه او اللعيب رقم الثمانيه يروح يقفل معاه عشان اسد الحته دي. والحته اللي هيلعب فيها مزيان رقم 11 وافتكر الرقم ده والاسم سواء يمين او شمال، اللعب هيتجمع في الحته دي وهو لعيب بيعدي واحد لواحد وبيرفع عينه وبيعمل كروسات لجوه الوانبا. كل الكلام ده لازم ديفنس الاهلي مش بس الاربعه اللي ورا، لا الثلاثه بتوع نص الملعب مع الوينجين اللي قدام ابقى انا ملتزم جدا مع الناس دي. وفي نفس الوقت هو لو هاجم هيسيب مساحات في ظهر الباك اليمين اللي هي الحته اللي هيلعب فيها الشحات، او الناحيه الثانيه سواء لو لعب رضا سليم برده هيروح في ظهر الباك الشمال، لان هما لما واحد بيزيد بتتقلب ثلاثه وبيبقى الجناح اللي هو او الباك ناحيه الشمال او اليمين ده بيبقى طاير. هي الميزه في النقطه اللي اتكلم فيها جو انه وجود قفشه مع السرعات اللي عند الشحات وموجوده عند رضا سليم، اي ثرو باس في المساحات اللي في ظهر الباكين بتوعهم يقدر الاهلي بسهوله ان شاء الله انه يقدر يهدف وياخد الليد بالتهديف مع اقل فرصه، لان انت كده نقطه القوه اللي عندك هتصادف وتقابل وجهه نقطه الضعف اللي موجوده عندهم. طب جو بتشوف الثلاثي بتاع خط الوسط لو احنا بنتكلم ان هم امام وفقا للرؤيه اللي احنا شايفينها دي، امام ومروان وقفشه، هل بالشكل ده هتدي واجبات دفاعيه اكتر لامام عشان يعني تترك حريه اكبر هجوميه لقفشه؟ عايز اتكلم في نقطه مهمه قوي. قال لك الراجل دايما بيزيد لجوه من، فلازم لاعب رقم 8 يكون مركز قوي ومصحصح. فايا كان حتى لو امام عاشور هتدي له ادوار هجوميه، فانت محتاج ان هو يركز قوي من اللقطه دي. اللقطه دي على فكره ابراهيم منتخب مصر لبس فيها جوان كتير جدا في بطولة افريقيا. نفس الكورة بتتلعب الراجل بيبقى جاي فاضي جاي من تحت، اللعيب ستة او تمانية سايبينه فاضي. فده لازم امام عاشور عليه دور بكرة او ايا كان، او مروان عطية او ايا كان اللي هيكون موجود في المساحة دي لازم يكون قافل المساحة دي، لان زي ما برضو اتكلم عبد الرؤوف بن غيث بيزيد في المساحة دي بشكل مميز جدا، ذكي جدا في التحركات دي. فلازم امام عاشور بكره عليه دور دفاعي، وطبعا الورك ريت بتاع امام عالي ومميز جدا، فيقدر ان هو يزيد ويعمل الكوره بقى يساعد قفشه في حاله ان الكوره مع الاهلي في حاله ان هو محتاج يعمل كاونتر اتاك او حاجه. امام عاشور مميز جدا طبعا في الحته دي. الخط الدفاعي هل في قلق في الاهلي؟ لا، الفورمه اللي ظهرنا بيها في يعني في كاس العالم للانديه اعتقد ان انت ياسر ابراهيم ومنعم ظهروا بشكل ممتاز جدا. محمد هاني برضو هو فاكر عبد المنعم في كاس العالم للانديه ما كانش في افضل حالاته، صح؟ يعني ياسر كان اعلى منه وحتى عبد المنعم برضو يمكن في طول افريقيا ما كانش في حاجه، بس ده وارد ان اللعيب يحصل له دروب ومستواه يعلى تاني. فلكن الخط ده هو خط ثابت بقاله فتره، لكن هو الدفاع مش بس خط الدفاع. انت طبعا عندك مصطفى شوبير، وخلي بالك برضو اي فرقه دلوقتي هتلعب الاهلي معلش يعني هتبقى متجرئه شويه في فكره ان انا عايز اشوط كتير. ده الحارس مش الشناوي اللي واقف، وده طبيعي، فكله هيطمع ان انا عايز اروح اشوط عليه كتير، عايز اخلق فرص كتير، لان الاهلي ما عندوش الشناوي. فهتخلي اي فرقه هتحس ان هي متجرئه عليك شويه، وده يمكن يخلي الاهلي عنده مساحات اكتر يشتغل فيها في نص الملعب. انا بس متخوف من فكره لو قفشه لعب الادوار الدفاعيه. طيب. لان هم التمانيتين بتوعهم اكرم بوراس وبنغيث بيكملوا دايما بيزيدوا، فانا محتاج ان انا يبقى عندي التمانيتين بيرجعوا. فقفشه الادوار الدفاعيه لو هو هيشتغل بادوار دفاعيه وهيأدي الدور الدفاعي زي الهجومي تمام جدا يلعب. لكن السولية ممكن يكون هو الراجل عنده خبره اكتر ودفاعيا افضل من قفشه. طب سؤال مع الطرح ده عادي، هل هنا بتشوف انه ممكن يكون الثلاثي امام والسولية ومروان على اعتبار ان امام عنده المجهود البدني الاوفر في انه يقدر يشتغل بوكس تو بوكس ويعمل الزياده العدديه في ال 18 بتاعه شاب الازداد وكمان يرجع يعمل الواجب الدفاعي؟ اعتقد انك محتاج في ماتش زي ده تلعب بلعيب 8 عنده ميول دفاعيه اكتر شويه، لان انا اوريدي عندي امام عاشور يقدر يقوم الدور ده ما شاء الله لوحده، فانا محتاج لعيب يغطي لي في الهجمات المرتده، ولعيب بيشيل مع مروان عطيه التغطيه، خاصه كمان لو انت هتخلي مثلا رضا سليم يلعب ناحيه اليمين، الله اعلم هو جاهز 100% ولا هيلعب بطاهر. فلو الحته دي فيها شغل كتير وعندي انا بهاجم منها، لازم دايما اللعيب اللي هنا ده يقفل لي في الحته دي. فانا بشوف ان عمرو السوليه لو واقف على رجله بدنيا هو يمكن عنده ادفانتج شويه على قفشه، لان هو دفاعيا احسن من قفشه شويه، لكن قفشه لو هيلعب وياخد ادوار دفاعيه تمام ما فيش مشكله. بتشوف يا جون ان الافضل بالنسبه لكولر انه يقسم اللقاء، يعني انه يبتدي الشوط الاول بتحفظ دفاعي ما يبذلش مجهود كبير، يحافظ على المخزون البدني
البدني اللي بالتاكيد مش هيكون في افضل حياته بالنسبه للاهلي، على العكس بالنسبه لشباب الوداد زي ما كنتوا لسه بتقولوا من شويه ان هم اكثر جاهزيه عشان بيلعبوا في الدوري، فيبتدي الشوط الاول متحفظ شويه. بالعكس انا حاسس ان كولر، تعالى نرجع للماتشات اللي بيلعبها عموما، هتلاقي ان كولر ما بينزلش بالتحفظ اللي الناس مبالغ فيها. يعني اتفرج على ماتشات السنه اللي فاتت في الترجي مثلا، بيلعب الترجي في الترجي نزل ما كانش لا كان مجازف وكان حاطط اوراق هجوميه في الاول، بعد لما بيسجل الهدف الاول بيبتدي ممكن يبتدي يعمل فكره الادوار الدفاعيه ونبتدي ان احنا نقفل الجيم والكلام ده كله، وبعدين هنفتح الجيم تاني. بيقسم الجيم، كولر ذكي جدا في تقسيم الجيم. فانا شايف ان لا، الاحسن والافضل لا يفتح، مش هيفتح الجيم، هو هيبقى محجم الجيم، بس لما هتجيله الفرص، عشان كده بقول قفشه مش السلاي، لما هتجيله الفرص ان هو يبتدي يشتغل هجوميا لا يقدر يشتغل هجوميا. السلاية انا برضو حته انه بدنيا بعيد وبعيد عن الفرق بقاله فتره كبيره جدا، دي بتخلي ورايح تلعب ماتش في الجزائر في ملعب، طبعا السلاية عنده خبره كبيره بس برضو ستيل انت لعيب بعيد عن الملعب بقالك فتره. قفشه حتى لو هو زي ما احنا كنا بنتكلم اخد 10 دقايق، بياخد ربع ساعه، بياخد تلت ساعه، بياخد، بس هو رجله في الملعب. ده عشان كده بقول قفشه، يعني ده اللي بيخليني اقول قفشه. ممكن يستعين بقى بالسلية الخبره في اوقات بعد لما تكون خارج بالجيم زي الطريق اللي انت عايزه، ممكن بقى منزل السلية بدل قفشه، لان قفشه كده كده احنا اظن انه مش هيقدر يكمل 90 دقيقه، يعني دايما الراجل بيشد قفشه قبل ال 90 دقيقه. اكتر الاوراق المهمه بالنسبه للاهلي عادي وبالنسبه لكولر في الشوط الثاني اللي هو ممكن يخليهم معاه على الدكه ويستعين في الشوط الثاني مين؟ خلينا نقول ان ابرز مشكله كانت عند الاهلي الفتره الاخيره هي اضاعه الفرص. قبل كاس عالم الانديه كنا بنضيع فرص كتير جدا، وكل لعيبه، انا فاكر حتى ماتش يانج افريكانز اللي هناك كان الاهلي متقدم 1-0 واللعيبه اللي نزلوا الشوط الثاني سواء كريم فؤاد او طاهر ضيعوا انفرادات يعني صريحه، وقبليهم كان الشحات. ماتش الاول اللي كان هنا في برج العرب، حسين الشحات حط كوره في العارضه، كهربا ضيع، بيرستو ضيع. فاكتر حاجه او اكتر مشكله بتواجه الاهلي هي اضاعه الفرص، يعني احنا بنخلق فرص كتير بس ترجمه الاهداف عندنا فيها مشكله، فدي اكتر حاجه اعتقد الراجل هيبقى عنده فيها صداع خاصه مع غياب بيرسي تاو. فهل رضا سليم ورجوعه مهم جدا في الوقت ده، لعيب عنده سرعات، لعيب شويط، لعيب بيعمل اوفراد بشكل كويس، لعيب بيعدي واحد لواحد ويروح، فلو جاهز يلعب. وجود طاهر انا عندي مشكله مع ان طاهر مش مؤثر على الجون، يعني طاهر بيبذل مجهود كبير، بيدافع وبيرجع وبيخبط وبيعمل، بس على الجون هو مش اكتف قوي. كريم فؤاد راجل برده متوظف حته الجناح، فهو دايما بيحاول يروح. بس على فكره كريم من اللعيبه اللي رجليها حلوه جدا على الجون. بص يعني هو قبل الاصابه كان موفق جدا ما شاء الله الله اكبر، بس بعد الاصابه لسه، يعني هو بيشتغل كتير وبيجري كتير، لكن الحته الاخيره على الجون هو مش احسن حاجه فيها. أيوة. فهو ده الحته اللي انت بتقلق منها، الشحات لو فايق، كهربا لو فايق، ان شاء الله انت هتسجل. لكن لو انت بقى لسه في مرحله ان اللعيبه بقى لها فتره مش مركزه او مش بتلعب او مش جاهزه، فانت تبقى قاعد بقى مستني تشوف طب الفرص اللي هتجيلنا، لان انا متاكد ان شاء الله احنا هنخلق فرص، لكن ترجمه الفرص دي هي دي اعتقد الصداع اللي احنا كل الناس قلقانه منه. وبرده كولر اكيد برده بيفكر فيه اللي هيحصل، او احنا هنسجل ولا لا، مع طبعا زي ما قلت لك كده النقط القوه اللي عند فرقه بلوزداد. ان شاء الله التوفيق بكره لصاحب فرقه النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. يا جو نورت الدنيا. بنورك يا ابراهيم والله، انبسطت جدا. كل الشكر ليك. انا اكتر والله عادي، نورت الدنيا. نورك والله يا ابراهيم، كل الشكر ليك وشرفتوني ونورتوني.